جماعة الخير، عندي واحد معجب أنا بصوته قوب وقوة، ودي أسمعكم مقاطع له، وإذا جاز لكم صوروا الشاشة شاب أشوفه، يعني هل أنا أعرف، هل أنا ذويك يا أخي؟ ما شاء الله، دوكم دوكم إياه، اسمعوا زين. أنا لي صاحب له في ضميري هيبة ومقدار، أعرف اللي بقلبه قبلي ما يبدأ يحكيني، أتوق شوفته توق الفقير الجمعة الدينار، وهو أغلى من الدينار عندي والملايين، يا أعزه لأجلي فعله طيب ودين وفي بر، جمع به ربي يصفى الرجال الأولين، يا وترى لأصحابي واجد كل واحد له نظر واختار، قلوب مجندة سبحاني خالقها من الطين، قلوب لا لقت ما وافقت خاوي ولا تحتار، وكاد إن قضينا مدة هي زبدة الأعمار، يقولون إنها سنين وأنا حسب إنها يوميني، وأنا حسب إنها يوميني، وأنا حسب إنها يوميني، تقطع قلبي واحد كان ينبض بين جسميني، يا شخص كل ما يطري علي مدري وش يجيني، سقى الله ذيك الأيام بهماليل من الأمطار، جمعنا رب عنده بيني واسع تلبستيني، وعسى ربي يصبرني على همي لو انه جار، ولا اقول صوادي فالدهر غير الله يعيني، يا رب انك تعيني، يا رب انك تعيني. اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر. الله يا جماعة الخير، والله انا مو فعلان ولا شيء، بس والله حتى ما ادري هو يبينا انزل دايما، انتم خلوا عنكم هو لا ولا لا، جاهز لكم صوته ولا لا؟ صراحة والله ما استاذنتم اني انزل مقاطع ولا لا، وسنابه على ما اعتقد انه خاص. هنا للواقع هو معروف يوم أنا بالمهاد يوم يتلعبن، وهو ما شاء الله يؤدي على مسارح ومهرجانات وحفلات، وهو المنشد القدير والمعروف لا يعرف فهد الهديب. صراحة أنا ما أعرفه شخصيا، وكنت أتشرف أني أعرفه، قابلته مدرسة لي اللي سويت لها إعلان قبل شهر وشوي، قابلته قلت ما عندك سناب؟ قال لا، وصدفته، ومن ذاك اليوم ما نزل سناب إلا اليوم. شفت ان في بعض الناس ما تحب الصوت التون العالي، قال لي نعم. طيب في له وجود حلو ورهيب، بس وين نزل عاد؟ جيتوا للواقع، شكلي يوم قلت مو بعلان كلنا مدحه. طيب شوف بنزل لكم ثلاث مقاطع له ثانيات عادي. ألا يا الله يا عون الضعيف مصرف الأقدار،
عظيم الشان لا ضاقت علي دعاك انجيني عليك أشكي لمن أشكي ومن يشكي لغيرك حار. تقريبا من المشاهدات 80% أيدون بصوته. واحد تعليق جاز لي قال وليد يبيع مسجل سيارته.